عم نخيط كنزات لمين؟ إلك. عن جد هلا كل هدول اللي أنا؟ كلهم إلك. بس كتار كتير، أحسن شي نروح نوزع منهم لأولاد الحارة كمان. الله، بلشت الفلان كرتون. ابني شوي شوي. مجد من أول ما إجا ما طلع من غرفته، أنا قايمة شوفه. مجد روحي. شبك؟ صاير معك شي لك أمي؟ لا أمي. لساتك عم تفكر بهديك البنت؟ بكرة بتنسى، بس لا تشغل بالك أنت، كله مع الوقت بيروح. ما بحب شوفك هيك أمي. خدي هدول. ليش؟ من وين هدول المصاري؟ هدول المصاري من حفلتي أمي. هلأ أكيد رح يلزموكي مشان المحامي والدعوة وما بعرف شو بدك كمان. مشي حالك هلأ. يسلموا يا روح قلبي أنت، يسلموا. بس ليش عم تعطيني إياهم كلهم؟ أنت كمان بيلزموك، خدهم وقت اللي بدي بقلك. معي مصاري بتكفيني، هدول إليك. خلص بقى، شو رح تطير الدنيا ابني؟ ماشي، بس احتاجهم بطلبهم منك. خديهم هلا، بكره المساء ممكن انا سافر، عندي مهرجان ويمكن طول لارجع. بالله، ومن امتى؟ لوين رح تروحوا؟ رايحين لانقره. شو هالحكي؟ هاني كمان رايح؟ لا، رايح لحالي، انا رح اعمل الحفله لانه المنتجين هيك بدهم اياها. بكره المساء رح سافر بسيارتي. كيف؟ بالليل رح تسافر؟ استنى ليطلع الضو، شو بتخسر؟ طيب ابني ليش لا تروح بالسيارة تبعك؟ ما عم بفهم أنا. روح بالباص العادي، أو لو معك شي شوفير بيكون أحسن كمان، لأنه مو معقول تسوق طول الليل وبعدين توقف تغني. شو هجنان هاد؟ والله ما عم بفهم أنا. يا الله. لا تاكلي همي، لا تخافي أبدا، أنا صرت رجال. طيب ماشي ماشي. طيب الله يسرك ويوفقك. يخلي لي ياكي. خديهم. يلا بقى. يسلموا ابني. انت اللي يسلموا ايديكي على كل شيء. انت قدمتي لنا كتير امي. لا تقول هيك، بتخوفني عليك امي، كأنك رح تروح وما ترجع. ايه رح روح. يا الله، شبك ليش بقى ما رح ترجع يعني؟ فهمني شو هالنظرات الحزينة والحركات اللي ما عم بفهمها أنا. لك جا عبالي مثل عليكي واطلع مثل جونيت أركم. تقبرني، رجع قلد لي كيف بيطلع جونيت أركم. مثله عن جد كأنه جونيت أركم عم يطلع فيني. أمي دخلك، مين بتحبي أكتر، أنا ولا جونيت أركن؟ أنا حلوة أكتر ولا فيليج أركن شي؟ طبعاً أنتي الأحلى.
معناتها أنت كمان أحلى. بتعرفي تمثلي ها؟ إيه بلا. يا روح قلبي أنت يا عمري. يلا أم يلا لا تضل قاعد بغرفتك، تعال نطلع لبرا يلا. برافو، انت كسرتها ولا انا؟ انت كسرت لي البيضة. جميلة؟ تركي لي هالشغل بقى، هلأ بيوجعك راسك كمان. تعي كلي لك شي لأمرك بنتي. انا سبقتكن امي، ضل لي شوي بخلص اللي بايدي. مجد امتى رح تسافر؟ رح تكون بالبيت بس ارجع؟ عم احكي معك. شو؟ لما ارجع رح تكون انت هون؟ ما بعرف، بجوز تلاقيني. ما رح اطلع بكير من هون. منيح. هلا انت زعلان من شي اخي مجيد؟ لا. يعني معقول ما تزعل لانك مسافر رح تشتاق لنا؟ يعني بزعل لانه انا رح اشتاق لك كثير يا فصعون. مشان ما تزعل روح غني اليوم ورجع لعنا بسرعة. جميلة فيك شي؟ امي شو في؟ امي شبكي شو صار لك؟ ما فيني شي، قايمه اغسل وجهي. صح بصير احسن. كملوا اكلكن يلا. ليش هيك عم تطلعوا ببعضكن؟ تعبت شوي مو اكثر. يلا